سيرت وحدات القوات الخاصة الضفادع البشرية بالجيش الوطني دوريات بحرية جابت خليج سرت والموانئ النفطية على امتداد الخط البحري انطلاقا من ميناء رأس لانوف شرقا وحتى سرت غربا. مصادر عسكرية بالقوات البحرية قالت إن الدوريات تأتي مهامها في رصد أي تحركات مشبوهة في المسائل الإقليمية الليبية والمنطقة الاقتصادية، إضافة إلى مراقبة السواحل عن طريق طلعات بحرية بمساندة سلاح الجو. وأشار إلى أن الدوريات مستمرة في مهامها تزامنا مع تقدم الوحدات القتالية على الأرض. لا مكان لهم بيننا. فيما خرجت دوريات عسكرية تابعة لكتيبة سبل السلام بالقيادة العامة لتأمين ومراقبة الحدود بالمنطقة الجنوبية تنفيذا لتعليمات القيادة العامة للجيش الوطني بشأن إقفال الحدود مع دول الجوار ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا. وأفاد مراسلنا في مدينة الكفرة إن الدوريات مستمرة في الخروج إلى المناطق الصحراوية بالجنوب الشرقي وفقا للمهام المناطة بها في عمليات تأمين وحماية الحدود وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المحيطة بها. وحذرت القيادة العامة كل من تسول له نفسه من مهربي البشر والوقود والسلع من الخروج أو الدخول عبر تلك المناطق الحدودية إلى ليبيا سيعرض نفسه للملاحقة واستخدام القوة.